أهلا بكم من جديد. في البحرين صدر حكم قضائي بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الوطنية وتجميد أرصدتها وإغلاق مقرها بصورة مؤقتة حتى صدور حكم في أكتوبر المقبل في الدعوى التي رفعتها وزارة العدل تطالب بحل الجمعية. الدعوة التي رفعتها الوزارة أشارت إلى ما قامت به الجمعية في البحرين من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر. واتهمت الدعوة جمعية الوفاق بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي. عبر الهاتف ينضم إلينا من المنامة علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام البحريني. مع الوزير، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. إذا ما تحدثنا عن هذا الموقف أو الآن هذا القرار الصادر بحق جمعية الوفاق، ما الحيثيات التي أدت إلى قرار مثل هذا القرار اليوم وما هي تداعياته؟ حياك الله أخي العزيز. يا أخي، ما في شك بأن البحرين اليوم كدولة عضو تعمل بفاعلية في التحالف العربي والدولي والإسلامي ضد أي تنظيمات ضد التطرف. نحن الآن نعمل لحماية الأمن القومي للبحرين، أمن الخليج العربي، دول المنطقة. يجب أن تكون هناك العديد من الإجراءات التي يطالب بها الإعلام، يطالب بها المواطن البسيط لحماية مكتسبات الوطنية. لذلك اليوم أتى هذا الحكم في تصحيح مسار العمل السياسي. سبق أن ذكرت وكررت دائما لله الحمد، اليوم البحرين الشعب البحريني لديه نضج سياسي، ولكن في نفس الوقت هناك ما زالت بعض التنظيمات التي ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تعمل على محاولات كثيرة لتخريب المنجزات، خلقت بيئة حاضنة للإرهاب، تحاول جر البلاد إلى منزلقات طائفية. كل ما حدث خلال الفترة السابقة تعاملت معه البحرين كدولة بشيء من الصبر والحكمة حتى أتى اليوم الذي يجب أن تتخذ فيه مثل هذه القرارات حماية للدولة. وحتى الآن هو قرار بدائي، يعني هو تعليق لعمل هذه الجمعية، هو قرار بغلق مقار تلك الجمعية وتعليق نشاطها لحين الفاصل في الدعوة الموضوعية. نعم. النقطة التي جاءت في البيان حول أن هذه الجمعية متهمة أيضا بأنها بيئة حاضنة للإرهاب، هل يعني ذلك أن يكون مقدمة لإصدار قرار نهائي بإغلاقها؟ والله يا أخي أنا ما أقدر أتحدث في أمور موجودة الآن لدى القضاء، ولكن في نفس الوقت أؤكد بأن ما جاء في بيان صادر من وزارة العدل يؤكد بأن هذه الجمعية استطاعت أن تخلق بيئة حاضنة للإرهاب. الآن تعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح كراهية، إضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، التعايش الوطني، التعددية، هذه اليوم نشوفها بشكل جدا واضح من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من محاولة تشويه لصورة البحرين بالخارج، التواصل والاستقواء بالخارج. هذه الأمور ليست وليدة اليوم، هي صار لها فترة طويلة، ولكن لله الحمد لدينا قيادة حكيمة صبرت، والآن نحن ما نراه من أمن واستقرار في البحرين هو نتيجة هذه الحكمة. جيد، ماذا عن يعني الضغوط الدولية المحتملة بعد إصدار هذا القرار؟ والله يا أخي احنا بلد ذو سيادة نعمل في إطار القانون الدولي، والقانون الدولي اليوم واضح في موضوع محاربة قوى التطرف والإرهاب وعملية مشاركة البحرين بفاعلية في التحالف العربي ضد التنظيمات الإرهابية، يعزز من موقفنا في جميع ما نتخذه من إجراءات. شكرا جزيلا لك. عبر الهاتف علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام البحريني. حياك الله أخي العزيز.